مشاهدي انفاس تيفي، كيف ما كتشوفوا الان احنا متواجدين امام الوقفه الاحتجاجيه المنظمه من قبل جمعيه اباء واصدقاء الاطفال المعاقين ذهنيا. هاد الناس هادو اللي ما توصلوش بالاجور ديالهم لمده تتعدى 7 اشهر، وجاو اليوم باش يناجدوا الجهات المسؤوله على باش تصرف لهم المستحقات ديالهم. أودي هاد الوقفه الحقيقه هاد الاطور التربويه تعطلوا، اما كانت هذه راه 6 شهور ما تخلصوش. اذا هادو تنحييهم لانهم مناضلين، اللي يقدر يصبر 6 شهور وما مخلصش شيء هذا مناضل، لان عندهم حس وطني. اما التعاون الوطني اللي اليوم باقي هذه عامين باقي ما صرفاتش الدعم اللي خصو تصرف، وباقي تدير معنا حسابات سياسيه بالمدراء ديال السابقين، واليوم تنشوفهم تيدوا لجميع المراوغات باش يسدوا هذه الجمعيه، ولما نعرفش بالضبط اش واقع واش تيساروا. عندهم شي عندهم شي سياسه ضد الحكومه. انا النهار جات الحكومه جات برنامج حكومي من الناس اللي صفقوا لي ومن الناس اللي كنت ايدت هذا البرنامج هذا هو انا، ولكن اليوم هاد التعاون الوطني تيتعامل معنا بحال هو الفوق وحنا لتحت، اللي بغا تيديرها وتيتصرف كانه عنده شي ملك ديالو خاص. ابدا، هذه مؤسسه الله يرحم محمد الخامس اللي كان اللي صوبها واسسها من اجل التضامن، وباش من اجل التضامن وكذا يعيشوا فيها منها الفقراء. هاد الناس راه ما تعيشوش الفقراء، هادو تيجوعوهم. التعاون الوطني اليوم هاد المسؤوليه كلها تنلوح على المديرين وعلى المسؤولين ديال التعاون الوطني. اذا لو كانت هاد التعاون الوطني تتخمم في هاد الوليدات، وعندنا 560 طفل وطفله، وعندنا 186 اطار تربوي، يعني 70 مليون في الشهر ديال الصالير ديال الناس، تمن غادي نجيبوا هادو؟ هادو راه مسؤولين على الدوله، هادو مكفوفين فين؟ الحق الدستوري تاعهم طاعتهم حق في تمدر الشغل، شغل الدوله تطبر لهم فلوسهم، ولكن ما يخليوش هاد الاطر التربويه يجيعوا بهذا الشكل. اذا تنتمنى انا بكل صدق من الوزيره، لانه انا عندي اليقين انها ما تخليش الامور تمشي في هذا الاتجاه. من بعد العطله ما غاديش يخدموا هاد الناس اللي ما خدوش الاجور ديالهم، يعني بين قوسين انه هاد الدراري غيضيعوا عاوتاني. تنوجه الوزيره كمسؤوله على القطاع انه راه خصها تستقبلنا، وخصها نعطيوه المبررات، حنا نعطيوه الصحيح ماشي الكذوب الوزيره، ونقول لها اللي ها فين كاين خلل، ها اللي تيخدم ضد الدوله، ها اللي ما باغيكمش، ها اللي ما باغيش هاد الوليدات. هاد الشيء كله خصنا نوصلها، وإلا كنا على صواب ماشي مشكل، ما كناش على صواب تقول لنا ماشي انتم ماشي على صواب. دونك كما كتشوفوا اليوم كاين واحد الوقفه احتجاجيه اللي كنطالبوا من خلالها بالاجور ديالنا، لان الاجور ديال المشاغلين داخل الجمعيه ما توصلناش بها تزيد عن 9 اشهر. والعطور كتغاني تتعاني بزاف، لان كاين اللي فينا اللي عنده مسؤوليات، كاملين عندنا مسؤوليات، كاين اللي كتسير البنكة، كاين كاري، كاين اللي عندنا وليدات، وحد الان ان احنا خدامين ما بغيناش روح المواطنه ديالنا ما كتسمحش لنا ان نشردوا الاطفال المعاقين ديالنا. دونك ناضنا بما فيه الكفايه لدرجه اننا ولينا حنا كنهانيو. دونك حنا على ابواب اننا الافلاس. الا ما تحركتش الوزاره الوصيه وما تحركش التعاون الوطني انا في هذا الملف هذا، راه الجمعيه غتسد الابواب ديالها، لان كفى ظلم، كفى تماطل، كفى ارهاق. ناضنا بما فيه الكفايه كمواطنين شرفاء، ما كنناضل من اجل هذا الوطن، ولكن كيخص المسؤولين يكونوا بجنبنا ماشي ضدنا. حنا اللي كنطالبوا به ان المسؤولين يكونوا بجنبنا. العمل الاجتماعي كيحتاج سند، دونك كنطالبهم ان يكونوا بجنبنا ما يكونوش ضدنا، باش يصرفوا الاجور ديالنا ويستمر العمل بشكل ايجابي. حاليا حنا ما غاديش نستانفوا العمل ديالنا حتى تتم صرف الاجور. فهمتي، لان تلقينا بزاف الوعود وكلها وعود لحد الان ما تحقق منها حتى حاجه. دونك ما سالينا، يعني وحنا في الافلاس، يعني الجمعيه غتبقى ما نستانفوش حنا العمل ديالنا الى حين صرف الاجور. هذا هو. وهاد الجمعيه ولينا كنعيشوا فيها واحد الحيف، واحد الظلم، واحد التهميش اللي كيتجلى في حرماننا من الاجور ديالنا لمده ما يزيد على 7 اشهر. ومع العلم ان اغلبيه ديال الاطر هنايا، الاطر التربويه، عندهم مسؤوليات، اللي مسؤول على عائلته، اللي مسؤول على وليداته. ولينا كاع الاعياد عندنا بحال
بحال بحال، الايام عندنا بحال بحال. واش انا الله كيقول سبحانه وتعالى ان كرمنا بني ادم، وهاد الناس ما خلوش لينا الكرامه ديالنا. واش ملي تفاق وتلقى في راسك ان في جيبك زيرو درهم، هذيك هي الكرامه؟ فين هي الكرامه ديال المواطن اللي ما يبقاش باش يعني بابسط الاشياء؟ ما بقيناش كنطالبوا بالكماليات، ولينا كنطالبوا غير بالضروريات. ومن هذا المنبر كناشدوا المسؤولين على هذا التماطل، ما كنقولش تاخير، لان التاخير كيكون في يوم يومين في الخلطه، ما كيكونش شهر وشهرين وثلاث شهور وربع شهور وخمسه وست شهور وسبع شهور وما يزيد عن ذلك. هذا راه ماشي معقول هذا الشيء. وحنايا من دورنا رغم هذه الماساه اللي كنعيشوها، رغم هذا كل شيء، رغم الظروف، رغم الضغوطات، خدامين مع الدراري وعاطيين اكثر من جهدنا، وكنبحثوا وكندخلوا مواقع التواصل الاجتماعي ونقلبوا على لي ميثود جداد ونقلبوا باش نفيدوا هاد الوليدات وما نحرموهمش من هاد الاستفاده، لان هاد الجمعيه اللي كتعرف هي اكبر جمعيه والمتنفس الوحيد ديال بزاف ديال الشريحه المتضرره والشريحه الهشه. ما كنبغوش نحرموهم، لان كيجيونا كيتعلموا بزاف الحوايج، وحنايا هذا لا راه دايرين جهدنا وكثر من جهدنا. وكناشدوا المسؤولين، ما كنتوجوش لجهه معينه، كنتناشدوا المسؤولين على هذا التماطل يشوفوا فينا. راه الاعياد على الابواب ورمضان على الابواب، وهذا الشيء ما غادي نقول، راه حنا يعني وصل السيل والزبا كيف كيقولوا، ولا اله الا الله محمد رسول الله وحسبي الله ونعم الوكيل في الناس.